قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استقبال عيد الفطر. كنا تحدثنا في أول شهر رمضان عن قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لتكملوا العدة أي تكملوا عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم أي لتعظموا الله وتوقروه في نفوسكم وقلوبكم وأعمالكم على ما منحكم إياه وأرشدكم إلى طاعته والتحرر من العبودية والخضوع لغيره، ووفقكم للقيام بهذه العبادة في هذا الشهر الكريم المبارك الذي مضى، ولتذكروا عند انقضاء عبادتكم ربكم، ولتذكروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم. استنبط العلماء من قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم مشروعية تكبيرات عيد الفطر، الله أكبر الله أكبر إلى آخر التكبيرات. والتكبير أيها الإخوة المؤمنون، لو أن المسلمين فهموه، ولكنهم مع الأسف في الأيام الأخيرة في قرب الساعة جهل الكثير منا المعاني التي يلفظها بلسانه أو التي يقرأها في كتاب ربه. نحن نسمع المؤذن الله أكبر الله أكبر يكررها 4 مرات، ويكون الأذان في كل يوم 5 مرات ل5 أوقات نسمعها ولا تحرك فينا ساكنا سوى كلمة الله أكبر، ثم نكبر غير الله ونخضع لغير الله، إما أن نتخذ الأهواء والشهوات إله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أو نتخذ فلانا من الناس من المستكبرين في الأرض آلهة من دون الله، نتخذ فلانا أو فلانا إلها من دون الله، ونحن نردد الله أكبر ولا نفقه معناها. الله أكبر يعني الكبرياء لله لا للعبيد، فمن كبر غير الله عمليا فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره في العبودية والتعظيم والتقديس. تكبر الله على ما هداكم بعد أن تنتهوا من عبادتكم تذكر الله، فذكر الله مطلوب في أواخر كل عبادة. في الصلاة شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وندبنا إلى التسبيح 33 والحمد 33 الحمد لله والله أكبر 33، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أيضا بعد الحج ربنا تبارك وتعالى بعد أداء عبادة الحج قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
في احدى اداء النسك الحج الذي اديتها، في احد النسك جلسنا في منى وهي مجلس لذكر الله لنطرد الشيطان، واذا بنا كان اشخاص من مصر واشخاص القضيه صلى يمكن 40 سنه او اكثر، هذا يذكر ربه في مصر وهذا يذكر ربه في سوريا وهذا يذكر فلان احسن وهذا يذكر فلان، وما أحد منهم ذكر الله تبارك وتعالى. فتأففت من هذا المجلس وأردت أن أقوم. قال ما لك شيخ وين رايح؟ قلت أنت الله قال واذكروا الله في أيام معدودات، وقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، وأنتم لا تذكرون آباءكم تذكرون المخلوقات وتذكرون معبوداتكم. قال لا أعوذ بالله ما نعبد غير الله. قلت ليش العبادة غير الله يعني صلي له؟ أنتم في قلوبكم غير الله، تركتم أهلكم وتركتم الدنيا وجئتم إلى بيت الله الحرام ولم تخلعوا من قلوبكم الأرباب، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ونحن أيها الإخوة عندما نخرج من رمضان ينبغي أن نخرج منه تائبين عابدين لله تبارك وتعالى، وندخل في العيد. والعيد سمي عيدا لأنه يعود من العود، فالعيد لأنه يعود في كل عام، وليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف الله يوم الوعيد. فالعلماء أخذوا من هذه الآية من قوله تعالى ولتذكروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولتكملوا العدة ولتذكروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي إذا ذكرتم الله تبارك وتعالى لعلكم تشكرون الله في ذكره وفي أعمالكم فتطيعونه. إذن العيد تجديد للتوبة. في نهاية عبادة من العبادات المهمة وركن من أركان الإسلام وهو الصيام، فعندما ينتهي يبدأ ذكر الله، وذكر الله تبارك وتعالى يدفع إلى الانسياق في الطريق المستقيم في الصراط المستقيم الذي رسمه الله سبحانه وتعالى، والذي نقول كل مرة في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. إذا كنا نزعم أننا مستقيمين على الصراط يعني ثبتنا عليه، وإذا كنا منحرفين فننبه نفسنا لنعود إلى سلوك طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي رسمه لنا في هذا القرآن وفي سنته المباركة الشريفة. إذن التكبير وذكر الله بعد العبادة من أجل أن يرتبط القلب بالله، فمن صام رمضان يتبعها بذكر الله في عيد الفطر، وليعلم أن هذا العيد هو في الحقيقة تجديد وعود إلى الله تبارك وتعالى. فالكل زائل، إذا ربطنا قلوبنا بأي شيء غير الله فكل هذا يزول، سواء كان مال أو زوجة أو ولد، كل هذا زائل أو نحن نزول عنه. أما عندما نربط قلوبنا بالله تبارك وتعالى ونعود إليه فنعرفه ونعرف أن الأولاد منه والأموال منه، كثيرا ما رددت عندما أحدث إخوتي الناس، كثيرا ما رددت أن الأرزاق ليست الدينار والدرهم والليرة السورية والدولار والما أدري إيش وكذا، لا، إنما هي ما يخرجه الله تبارك وتعالى من هذه الأرض من معادن أو نباتات أو أنعام أو حيوانات، كلها خلق الله، وولدك عندما تفرح به الله هو الذي أعطاك إياه، فكل شيء من الله. تذكر بالعيد أنك ستعود إلى الله وتتخلى عن غير الله من قلبك، فإذا تخليت من قلبك عن غير الله ربطت سلوكك بأمر الله تبارك وتعالى وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الإخوة، نحن المؤمنون المسلمون الذين نستسلم، اسمنا مسلمون لأننا نستسلم لأمر الله وتوجيهات رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لم نستسلم لحكم الله وأمره فلسنا بمسلمين، ولو قلنا أننا مسلمون نكون كاذبين منافقون. المنافق يدعي الإسلام والإيمان وهو يستسلم لغير الله والعياذ بالله تعالى. إذا كنا مسلمين فعندنا عيدان فقط. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان لأهل الجاهلية يومان يلعبون فيهما،
فأبدلكم الله خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، أو في رواية يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذان العيدان الشرعيان عندنا، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا عيد غيرهما، ما في عنا أعياد غير هذين العيدين. يعني ما في عنا عيد الوطني، من أجل الوطن نقول مناسبة وطنية لا نقول عيد. ما في عندنا عيد النيروز، ما في عندنا عيد الأم. قال اخترعوا عيد الأم في أوروبا لأن الأم هاجرينها ولا يسألون عنها، فخلوا لها يوم حتى يمر عليها ابنها أو بنتها، يعني يوم عيدها يفرحوها قليلا. نحن مأمورون بأمر الله أن نحسن إلى والدينا الأب والأم دائما، لا في يوم واحد في السنة نسميه عيدا، لا، ليس هناك عيد الأم، كل أيامها ينبغي أن تكون عيد مع أولادها، وإلا فلسنا مستمسكين بحبل الله المتين. ما في عندنا عيد الأم ولا عيد الشجرة ولا عيد النيروز، عندنا عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد أوجب الله تبارك وتعالى بهذه المناسبة، أوجب الله على المسلم تيسيرا على الفقراء وليفرحوا كما يفرح غيرهم بالعيد، أوجب علينا عيد صدقة الفطر، فهي طعمة للفقير وتزكية للصائم حتى تزكو نفسه حتى يقبل منه صومه. فإذا كان ووقت وجوبها عند الشافعي ليلة عيد الفطر، وعند الحنفي وقت وجوبها عند طلوع فجر يوم العيد. فإذا ولد لنا مولود قبل طلوع فجر يوم العيد وجب علينا أن ندفع عنه صدقة الفطر، وإذا ولد المولود بعد صلاة بعد فجر يوم العيد، الفجر عند الأحناف بعد فجر يوم العيد، فلا ندفع عنه صدقة الفطر لأنه لا تجب عليه. ويجوز طبعا تقديمها، ممكن تدفع صدقة الفطر من أول الشهر رمضان، من نصف شهر أو آخر شهر من أي كان، ولكن وقت وجوبها على التحديد عند طلوع فجر يوم العيد، وينبغي أن يدفعها للفقير قبل الصلاة. وإذا دفعها بعد الصلاة تقبل كصدقة، ولكن ليس له أجر صدقة الفطر. يستحب أيضا عند العيد أن يذهب قبل الصلاة قبل أن يذهب إلى صلاة العيد إلى المصلى المكان الذي يصلي فيه العيد أن يفطر بتمرات، يستحب ذلك لأن هذا اليوم يوم فطر ويكره الصيام، وبعض الفقهاء يقولون لا يقبل الصلاة الصيام في يوم عيد الفطر لأن هذا اليوم يوم سرور وأكل وشرب، فلا يشرع فيه الصيام. إذا كان يريد أن يقضي أو يصوم ستا من شوال فبعد أن يفطر يوم العيد عند ذلك يصوم ما شاء قضاء أو غير ذلك، أما يوم العيد فيكره تحريما الصيام، ولذلك قال بعضهم لا يصح لأنه وقع في غير محله. أيضا أيها الإخوة، نحن نتذكر ودماء المسلمين في سوريا وفي غيرها تسيل، فعندما يعود علينا العيد والظلمة يتسلطون علينا ويستبيحون دماءنا. أيها المسلمون في العالم أجمع، لا تصدقوا ما يقال في وسائل الإعلام الكاذبة، وسائل إعلام الكافرين والمنافقين، لا تطع، ربنا يقول لرسوله ولمن آمن به لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. وسائل إعلام الكاذبين عندما يدعون أنهم أن الإرهابيين هم اللي يقتلون، أن كذا، أن دخول الجيش الحر إلى مناطق معينة هو سبب قصفها، كذب كذب. قبل أن يتحرك الجيش الحر وقبل أن توجد الحروب قتل ابن أخ من أخ لي. كيف قتل؟ راكب سيارة تاكسي من الأعلى قنصة من قبل جندية من جن النظام، وهو إنسان أعزل راجع من بيته
من 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 عمله إلى بيته. هل هذا من الجيش الحر؟ ولم يكن هناك لا جيش حر مسيطر ولا غير ذلك. فلا تسمعوا لهذه الخرافات والسخافات والأكاذيب. هناك طاغوت يقتل الشعب السوري، وهناك أشخاص في مجلس الأمن أو في مجلس الظلم أو في عامة حكام المسلمين أو أكثرهم يسمعون ويعلمون أن نرقصف من السماء ومن الأرض، ولا يملك المقاتلين عندنا غير كلاشنكوف مدري إيش هذا سلاح معين في رصاصات معينة، وزعموا أنهم يساعدون ووصلت بعض المساعدات، ولكن المقاتلون الذين يدافعون عن أنفسهم ضد هذا الطاغية المجرم الخنزير يدافعون عن أنفسهم برصاصات بسيطة وبأسلحة اغتنموها من هذا الطاغية، وكل هذه الأسلحة أسلحتنا اشتريناها لندافع بها عن أنفسنا ضد أعدائنا، فإذا بهم يقتلوننا بها ويزعمون أنهم يقتلون الإرهابيين. هذا من عصر الدجل، الإرهاب أن ترهب الإنسان حتى يخضع لك، فمن الذي يرهب الآخر؟ المسلمون الذين يدافعون عن أنفسهم في كل بلاد العالم الإسلامي، أم الطواغيت الذين يقتلونهم ليجبرونهم للخضوع إلى إرادتهم؟ من هو الإرهابي؟ كل إنسان فيه ذرة عقل يفهم، أما الذي باع العقل وأجر لا عيب فيه أنه لا يفهم، لا عيب فيه أنه صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لأن الدواب أفضل منهم. الدابة تدعو ربها على راكبها إذا ظلمها، وهذا الإنسان لا يعرف ربه، فماذا نقول له؟ نقول له إذا لم تستحي أصنع ما شئت، إذا لم تستحي من الله ومن عباد الله لا غرابة أن يصدر منك أي شيء. يصدر الإجرام ننكره على المجرم، ولكن لا ننكره على المجرم الحقيقي المتسلط الذي يهين عباد الله ويخرب بيوت الله ثم يزعم أننا نحن اللي خربناها. نعم نحن في الطائرات الماء موجودة عندنا وهي عنده قصفناها، ويزعم بعض الدجالين أننا نحن عندما عصينا السلطان الطاغية فاضطر أن يضربنا بالطائرات. لعنة الله عليه وعلى من لا يفهم أيضا، على الطاغية وعلى من يتبعه وعلى من يفكر هذا التفكير. الأنبياء كلهم دعوا إلى الله، كان لازم ما يدعوا إلى الله حتى ما يؤذيهم الطاغوت، يبقى يتصرف بالناس. ربنا تبارك وتعالى قال عن الأشخاص الذين دعوا إلى الله ماذا قال له قومهم؟ إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا منكم، لأن تدعو إلى الله، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. من الإرهابي اللي قال لنرجمنكم وهذا الطاغي يرجمنا بالطيران وبالقاصفات وبالصواريخ، أم الذي يريد أن يعبد الله ويتحرر عن العبودية للطاغوت؟ من هو الإرهابي ومن هو؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا بعينه هو الدجل، أن تنقلب المفاهيم. الطاغية المتسلط الذي يضع الجواسيس على الناس ويقتلهم ويضربهم ويعمل كذا وكذا حتى يخضعوا لأوامره، ومن وراء أوامره أوامر اليهود وأفكارهم، أم الذي يريد أن لا يطيع أحدا إلا الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عيدنا عيد سعادة ونصر وسرور لنا ولأزواجنا ولأولادنا، وأن ينتقم من الثكالى. اللهم يا حي يا قيوم، ببركة وفضل هذه الأيام وبفضل قدوم عيد الفطر المبارك، نسألك أن تدمر الطغاة الكافرين الجائرين الظالمين. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر،
اللهم كما أنزلت فرعون موسى في الماء وأطبقت عليه الماء، فأنزل وزلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعلهم عبرة لمن يعتبر، حتى يعتبر فيهم كل طاغية، ويستطيع المسلمون في شتى بقاع الأرض أن يتحرروا من الطواغيت، الطواغيت الذين يرتبطون بأعداء الأمة الإسلامية بالحكومات الصهيونية، والحكومات الصهيونية تخضع لإسرائيل. فهؤلاء الطواغيت كلهم نسألك يا ربنا أن تزيلهم عن كاهلنا، عن كاهلنا، وأن تحقن دماء المسلمين في كل البقاع الإسلامية يا رب العالمين. إنك سميع قدير عزيز حكيم، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. وكل عام والمسلمون جميعا بخير وقد تحرروا من الطواغيت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.